اخبار اليوم. الكل يعرف ان اللي بيعمل الارهاب ده مستحيل يكون مصري عادي. اللي بيعمل كده طبعا رجاله امريكا واسرائيل، ودول معروفين بالاسم، لا سلفيين ولا اخوان ولا مسلم ولا مسيحي. يعمل كده الارهاب ده مش مصري، الارهاب ده امريكا واسرائيلي لمنع اي قوة ووصول اي قوة وطنية للسلطة، سواء القوة دي اسلامية او غير اسلامية. المصر تخطيط مصر، تخطيط مصر ومدينة الشرق الاوسط كله لدويليات دولات صغيرة. ده المقصود يفتتونا في الارهاب. اللي بيجرى ده تبع رجالة امريكا واسرائيل. لازم تعرفوا بالاسم، هنوعد الدوم بالاسم، عايشين عشان نوعد رجالة امريكا واسرائيل. رجالة امريكا واسرائيل رجالة تسد الوقت للبلطجي، ويجي يقتلنا في الميدان. البلطجي كان ياخد ال 200 جنيه عشان يجي يقتل الشباب في الميدان. ميدان ايه يا حاج؟ ميدان ايه؟ اللي بيجوا يعملوا التفجيرات دي ميدان ايه؟ ميدان التحرير. لا لا، كان البلطجي من دول بياخد ال 200 جنيه عشان يجي يقتل الشيخ عماد عفت، ويجي يقتل الشباب الوطني الاصيل اللي خايف على مصر. الارهاب ده مش مصر، الارهاب ده صناعه امريكيه واسرائيليه، وبيد رجاله امريكا في مصر، وانتوا عارفينهم.